السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. المهم قبل ما نبداو كنشكركم على لي ميساج اللي كيوصلوني، وكنعتذر كنتاسف لانني ما بقيتش كنلوح لي فيديو مؤخرا لعدة اسباب، منها ما عنديش الوقت بزاف. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاول نكملو الشابتر 5 بارتي 9. دونك غنشوفو الشابتر 5 اللي هو الفيكونداسيون. دونك كما كتعرفو الفيكونداسيون يعني هو الإخصاب، سي ليفيمون انيسياتور دو ديفلوبمون امبريونير ايل كونسيست اون لا رونكونتر انتر ان اوفوسيت اوفول اي ان سبيرماتوزويد. يعني كما كتعرفوا في كونداسيو هو الاخصاب، يعني هو واحد الاندماج بين لوفوسيت اللي هي لوفيل يعني البويضه ديال الانثى مع سبيرماتوزويد ديال الرجل. دونك كينتج عليه واحد لوف كنسميوها زيغوت او لا لوف فيكوندي. زيغوت يعني بيضه مخصبه. تري بيان، لوفوسيت اي لو سبيرماتوزويد سون ابلويد ان هادشي شفناه، قلنا لوفوسيت وسبيرماتوزويد كيكونوا ابلويد يعني عندهم غير ان، يعني ان كتساوي 23 وهذا عاوت ان كتساوي 23. دونك نهار كيوقع يعني الاخصاب كيعطيونا اون سيلول ديبلويد دوزين اللي فيها 46 كروموزوم. تري بيان، دونك نشوفو ميغراسيون دي سبيرماتوزويد دون لاباراي جينيتال فيمينين. مزيان. يعني سبيرماتوزويد كتوقع له واحد الهجره لداخل لاباراي جينيتال فيمينين، غادي نشوفوها، نحاولو نقراو ونشرحو في الشيما باش كلشي يفهم. دونك اول حاجه، بوغ اتاندر لوفوسيت اي لو فيكوندي لي سبيرماتوزويد دي مليون يعني كيكونوا بزاف vont devoir migrer vers les trompes. Pour cela, la première étape est la traversée de la glaire cervicale, qui forme un réseau de mailles ressemblant à un filet. Donc très bien. Spermatozoïde, kimchi, yani l'dakhl fla pareil génital féminin. كيدير لنا يعني ميغري كيهاجر فيغ لي ترومب، كيمشي لدوك لي ترومب اللي كنت شرحت لكم اللي كيربطو بين ترومب كيكونوا بين لوفير وبين لي تيغيس ديال الأم. طري بيان، يعني غادي نشرحوهم هنا، غادي يبانو لكم مزيان لتحت. ومن بعد كيمشيو فين غيمشيو؟ غيخصهم يمشيو لوفوسيت. دونك هادو يعني كيخترقوا هاد لي غليغ سيرفيكال اللي هما المخاط ديال العنق ديال الرحم باش يمشيو لوفوسيت. غادي نشوفو هنايا او ما هنا كيمثلو مزيان. يعني كما كتشوفو لي سبيرماتوزويد كيدخلو منا وغادي يمشيو، هذا هو كول دو ليتوريس يعني ذاك العنق ديال الرحم. من بعد كيدخلوا كما كتشوفوا السهم الازرق يعني كيبين لنا التراجي ديال سبيرماتوزويد. كيمشيو منها، هو هذه هي ترومب اللي قلت لكم كتربط بين ليتوريس وبين لوفير. غادي يمشيو او ما يمشيو منها تالفين حتى يوصلوا لوفيل، فين كاينه لوفيل باش يفيكوندي ويديروا لها الاخصاب. طريب. دونك هنايا قالك لي سبيرماتوزويد ناكيير لور بوفوار فيكوندون كابري لا ترافيرسي دو لا غلير بار دي بروسيسيو كو لون ابيل كاباسيتاسيون موديفيكاسيون دو لو مومبران دي سبيرماتوزويد. دونك كيما كتعرفوا ان سبيرماتوزويد قبل ما يدخل لوفيل باش يدير لها الفيكونداسيون كيوقع له واحد الموديفيكاسيون يعني واحد الشونجمون في المومبران ديال سبيرماتوزويد. او تيرم دو لور بيريبل سولمون كيلك سيرتان دو سبيرماتوزويد
atteindront les 30 lieux de la fécondation. يعني نهار كي يدخلوا السبرماتوزويد لاتيروس ديال الانثى راه كيدخلوا بزاف، مي كيوصلوا غير شويه، غير سولمون كيلك سيتان دو سبرماتوزويد اللي كيوصلوا ليك 30 اللي قلت لكم. كيما نشوفوا هنا لتحت غيبان لكم، هنا كانوا دخلوا بزاف، يعني كيدخلوا الملايين ديال السبرماتوزويد، مي كيستمروا غير شويه. هنا كيدخلوا غير شويه لهنايا، وهنايا كما كتشوفوا يعني قلال غاديين وكيقلالوا حتى كيوصلوا هنايا، كيوصلوا غير واحد النسبه قليله اللي كتوصل لهنا. تري بيان. Donc, le spermatozoïde va devoir traverser la corona radiata et atteindre la zone pellucide. Hachi kuna shfna, traja vidéo, المهم كتذكر بعدا غنخلي لكم البارتي تاعنا اللي مازال ما تفرجلهاش، غنخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون يدخلوا تفرجلها. هاد الزون بليس دراك ما شرحناها وغتكون غادي في الفيديو السابق. il se fixe ensuite sur la zone pellucide qu'il va traverser à l'aide des enzymes contenues dans l'acrosome. Elle pénètre alors dans l'espace périvitellien et va fusionner avec la membrane de l'ovocyte. La totalité du spermatozoïde va pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte qui, par une réaction chimique, modifie sa zone pellucide de façon à ce qu'elle ne puisse plus être traversé par un autre spermatozoïde. Donc, pour le moment, ça sera le cas. Un spermatozoïde qui est qui est يعني داك الغشاء ديال لوفيل باش غيدخلها، من بعد كيدخل لداخل توتالمون كيدخل كامل، ومن بعد كيوقع لنا واحد الفيزيون ديال النوايون ديالهم بجوج، يعني لا ديال السبرماتوزويد ولا ديال لوفيل، ومن بعد كيوقع لنا واحد هنايا موديفيساسيون بليسيد دو فاسون ا سو كيل نو بويس بلو اتر ترافيرسي با ان اوتر سبرماتوزويد. يعني كيولي لوفيل الجدار ديالها كيولي ساميك، ما كتقدرش تخلي السبرماتوزويد الاخرين يدخلوا، يعني كيدخل غير واحد. دونك هنايا قال لك ابخي لا فيكونداسيون لوفوسيت تيرمين لا ميوز بور دون ان نوفيل. قال لك ابري لا فيكونداسيون، بعد ما كيوقع لنا الفيكونداسيون لوفوسيت تيرمين لا ميوز، كيحبس الميوز ما كيبقاش، بوردون ان نوفيل اي لا دوزيام جلوبيل بولير. سي هادشي غادي نشرحوه مزيان لتحت في لي زيتاب. سيتوفيل كونتيان الو دو نوايو، يعني بعد ما كيدخل سبيرماتوزويد كيدخل افو كيدخل سبيرماتوزويد لوفيل كيحبس لنا الميوز كيبلوكيه لو كيولي كتولي لنا يعني لوفيل كتحتوي على جوج ديال لي نوايو اللي كيتسمى برونيكلا برونيكلي، اللي هي يعني نوايو ديال السبرماتوزويد ونوايو ديال لوفيل. لان بروفون دو لوفيل وحده كتجينا من لوفيل وحده من السبرماتوزويد انومي زيغوت. دونك زيغوت الا قالك شنو هي الزيغوت، هي واحد لوف فيكوندي، يعني واحد البيضاء مخصبة. لا بينيتراسيون دو سبرماتوزويد، بينيتراسيون يعني دخول ديال سبرماتوزويد ديكلونش لا فان دو لا ميوز، يعني كيحبس لنا الميوز كيوقفو دو لوفوسيت دو كي دوفي كي دوفي ان نوفيل اللي كتولي لنا اوفيل. مزيان، لا فيكونداسيون دي دو غاميت اليو ايميدياتمون اي برودوي اون سيلول اوف. اون فوا كيوقع لنا الفيكونداسيون كيعطيونا سيلول اوف اللي غادي يوقع لها بعد ما من بعد يوقع لها السوغمونطاسيون، غيوقع لها بزاف ديال الحوايج باش تعطينا امبريو كما كيشرحوا هنايا. كنا قلنا لوفوجينيز وقعت هنايا، كتوقع لنا لوفوجينيز هنا، من بعد كتوقع لوفيلاسيون، لوفيلاسيون كتليبيري لنا يعني كتليبيري لنا ديك لوفيل على برا هنا. من بعد شنو كيوقع سبيرماتوزويد، كيجي هنا لي سبيرماتوزويد كيدخلوا غادي يمشيو لهاد لوفيل، هادي غادي فيكوندي وغادي يدير فيكونداسيون هنايا كما كتشوفوا. ومن بعد هاد لوفيل ما تبقاش هنا، غادي تولي كتحرك هنا، ولات سيلول اوف شتو هنا، يعني هنا تفيكونداس وهنا ولات سيلول اوف. من بعد كيوقع لها ديك يعني داك الشيء عدد نقراه ديال السوغمونطاسيون،
هاد القسامات كيبقاو انقسامات بزاف كما كتشوفوا هنا. من بعد هنا يعني 6 حتى 7 جوغ، ومن بعد كتستقر هنايا وكتحول لومبغي. بعد 9 شهور غادي يتم تنزيل ديال داك لومبغي ديال داك الجنين. دونك هنايا دايرين لي زيتاب ديال الفيكونداسيون كما كتشوفوا هنايا. اول مرحله اللي كتكون عندنا لوفوسيت هي هذه، وعندنا اوفلو اللي هو هذا، سبيرماتوزويد اللي هما دايرين من كما كتشوفوهم. من بعد المرحله الجوجه كيدخل سبيرماتوزويد لداخل كما كتشوفوا هنا، مومبرا دو فيكونداسيون هو يعني تشكل داك المومبرا ديال الفيكونداسيون. دونك هاد المومبرا ما غاديش يخلي لنا هاد لي زوتر سبيرماتوزويد يدخلونا لداخل، كيحبسوه. هذه مرحلة ثانية كتكون عند الفئران مثلا من 30 حتى ساعة، حتى لابا و بيبي من كتستغرق حتى 2 سوايع، عند الإنسان كتكون من 45 دقيقة حتى 2 سوايع. دونك المرحلة الثالثة كتكون يعني غونفلومو ديال دي دو نوايو، هاد النوايو وحدة ديال سبيرماتوزويد وحدة ديال لوفيل، كيوقع لهم انتفاخ غونفلومو. هاد الشيء كيست عند الإنسان 7 سوايع. من بعد المرحلة الرابعة اللي كتستغرق عند الإنسان من 15 ل 17 ساعة، كيوقع لنا فيزيون دي نوايو، يعني النوايو كيوقع لهم التحام، كيوقع التلاشي ديال داك الغشاء النووي، من بعد يوقع لهم التحام أو الاندماج. من بعد كما كتشوفوا هنا بخوميييغ ديفيزيون دو لا سيلول تريب. دونك هادو هما لي زيتاب. هنا غادي نشرحوهم لي زيتاب دو لا فيكونداسيون. لونتخي دان سبيرماتوزويد دون لوفوسيت، كيدخل سبيرماتوزويد دون لوفوسيت بلوكي اون ميتافاز دو لا ميوز، يعني كيبلوكي لنا داك الميوز في ميتافاز دو. ابخي لا ديجيستيون بارسييل دو لونفلوب دو غاميت فيميل، يعني من بعد ما كيوقع واحد هاد الجزئي داك لونفلوب داك الغشاء ديال غاميت فيميل. دونك الايتاب الثانية هي لوفوسيت، لوفوسيت اشيف سا ميوز، يعني كتكمل الميوز ديالها كيكمل. اي ميت اون بلاس لا مومبران دو فيكونداسيون بور امباشي لونتخي دوتر سبيرماتوزويد. هاو تشكلنا داك المومبران دو فيكونداسيون باش كيحبس كي امباشي لنا لونتخي ديال لي زوتر سبيرماتوزويد دوتر سبيرماتوزويد. المرحله التاليه لي نوايو فيميل اي مال غونفل، يعني كيتنتفخو اي فورم لي برون نوايو ولا كتسمى برونيكلوي اللي قلت لكم قبيله. ومن بعد كيوقع لنا اون ريبليكاسيون د دي ان سو برودوي دون شاك برونيكلوي. تري بيان. بعد ما كيوقع لهم يعني كونفلومو كيلتحمو، كيوقع ريبليكاسيون ديال لا دي ان، تضاعف ديال لا دي ان. لا فيزيون دو لا فيزيون دي دو برونيكلوي، اون بارل دو كاريوغامي a lieu avec la maison commune des chromosomes. C'est la formation d'une cellule œuf diploïde. يعني كما قلت لكم ان المشيج الذكري يعني سبيرماتوزويد كيحتوي على 23 كروموزوم، واللوفيل كتحتوي على 23 كروموزوم. من بعد ما يوقع لهم الاندماج يعني غادي توقع تولي لنا ديبلويد دوزين، يعني الكروموزوم غادي يولي لنا 46. La première division par mitose du zygote débute. Première division de la mitose de l'enquête samouraï al-Moubachir, du zygote qui débute. La construction d'un nouvel embryon peut commencer. يعني من بعد ما وقعنا الفيكونداسيون وتشكلتنا هاد لوف هاد سيلول اوف، غادي يوقعوا لها توقع لها البروميير ديفيزيون بار ميتوز، وقع لها يعني البروميير ديفيزيون ديال الميتوز، و كيبدا لومبريون يكبر. لا فيكونداسيون سورس دو ديفيرسيتي جينيتيك،
يعني هو مصدر الاخصاب، هو مصدر ديال التنوع الجيني. التنوع الجيني شكون اللي مسؤول عليه؟ هو لاميوز بيرمي دو برودوير. قالك لاميوز بيرمي دو برودوير، يمكن كيسمح ب برودوير اون grande variété de gamètes avec les recombinaisons génétiques par crossing over en prophase 1. Brassage intrachromosomique et la distribution aléatoire des différents chromosomes de chaque paire en anaphase 1. Brassage antichromosomique. Donc, je connais sur le tenue génie, ou le meiose, ou le crossing over, اللي كنا قريناها في الباك، هي ظاهرة العبور. ظاهرة العبور كيكون عندنا يا إما التخليط الدم صبغي، تخليط الدم صبغي يعني في الصبغيات الداخل، الدم صبغي اللي هو هذا براساج انتخا كروموزوميك، يا إما كيكون عندنا تخليط البي صبغي اللي هو براساج انتخا كروموزوميك. دونك هما اللي مسؤولين على التنوع اللي كيعطينا يعني بزاف ديال، ما كنلقاوش التشابه في كل انسان وكاركتير ديالو كيفاش داير. ainsi un homme et une femme peuvent produire aya juge 23 spermatozoïdes ou ovules différents. La fécondation permet de réunir de façon totalement aléatoire deux gamètes d'origine différente, ceux-ci ayant un bagage génétique qui leur est propre. Ainsi, le nombre de combinaisons différentes pour le zygote s'élève. Il y a une catégorie de spermatozoïdes dans le juge 23, mais le juge 23 qui est le juge 24. Il y a une catégorie de cas. يعني بزاف ديال التنوع، داكشي علاش قلت لكم كاين تنوع كبير. مزيان، هنا لوريجين دو لا فارياسيون جينيتيك. كما كتشوفوا سبرماتوزويد ان لوفيل ان، يعني كيكونوا ان ها هي جوج 23، هذه جوج 23 كيعطيونا 70 بليون. كما كتشوفوا يعني احتمال يعني ديال 70 بليون، يعني واحد العدد مهول اللي يقدر يعطينا من بيرسون، واحد العدد مهول. داكشي علاش عندنا تنوع كبير. دونك هادشي اللي كاين من يعني اللي تقدروا تشدوه هما داكشي اللي شرحت، ولي زيتاب ركزوا على لي زيتاب. يقدر يطلب منك لي زيتاب، يقول لك عطيني لي زيتاب ديال الفيكونداسيون غادي تشرحهم ليه. هنايا دايرين اسيستونس ميديكال على بروكرياسيون، يعني بحال دوك الناس اللي عندهم العقم كيفاش كاينين طرق اللي كيسهلوا. مثلا نشوف واحد الطريقه اللي هنا كما كتشوفوا انسيميناسيون ارتيفيسيال اللي كيكون عندنا كما كتشوف هنا ايتيريس ولوفير اللي هنا. يا اما كياخذوا دوك لي سبرماتوزويد اللي هما هادو، يعني كيديروا لهم العزل، من بعد كيحقنوهم الداخل، كيحقنوهم هنايا، ولا كاينه هاد القضيه ديال امبلانتاسيون ديال دي زومبريون اللي كياخدو كما كتشوفوا هنا، كياخدو عفوا كياخدو من لوفير، منا كيجبدو دي زوفوسيت بريليفمون ديال لوفوسيت منا من لوفير، من بعد ها هما كيجيبوه هنايا، من بعد كيجيبونا لي سبيرماتوزويد من عند داكار، من بعد كيديروا لهم في كونفاسيون، يعني كيديروا لهم اخصاب، كيعطيو لنا واحد لومبريون، داك لومبريون كيوليو يحقنو لداخل هنايا في ليتيروس ديال الانثى باش يتم الحمل. دونك هذه طريقه يعني اللي كتحسب العقم الناس اللي ما كيستطاعوش يولدوا. هنايا كما كتشوفوا ثاني شنو بغاو يبينوا هنا، الاحمر مع الاخر كيقدروا يوقع التزاوج بيناتهم، يعطيو لنا هذا. المهم شي ماشي مهم بزاف، هنا فين غنحبسو ان شاء الله هذا الفيديو. دونك الفيديو الجاوج غادي ندخلو الفيديو الماجي، يعني البارتي 10 غادي تكون في لومبريولوجي في الاجنة. دونك الى هنا استودعكم والى اللقاء.